وحين خرجت نهمو إلى العلن، أعلن الأبطال فيها أن النصر حليفهم لتشرق الشمس على صنعاء من نهم، وتؤذن المعارك هناك بأن عام 2020 عام نصر بعيدا عن التلاعب بالاتفاقات السياسية التي لم يحترمها الحوثي منذ العام 2004 إلى اليوم. كل مقاتل في هذه الأرض الجدباء شديدة الوعورة يحمل على عاتقه هدفا ساميا يتعلق بمصير اليمن واستعادة شرعية مؤسساته، والهدف هو النصر، وبين الحمل والهدف تبقى مهمة القيادة في صناعة قرار الحسم، ولن يكون حليفهم إلا النصر المؤزر، وسيتحقق ذلك عبر توحيد مسرح العمليات والرؤى التي تدير عجلة تطهير اليمن في كل الجبهات وعلى كل المستويات، وترتب الصفوف وتعطي إشارة الانطلاق. الجبهة في نهم تعني الكثير، تعني الجيش الذي يملك أعلى مستوى من التكنيك والتخطيط وكل فنون الحرب المنظمة، ويمتلك خيرة الرجال القادرين على تنفيذ المهام القتالية الصعبة، وأفراد مدججين بالسلاح يجيدون القنص والتخفي وألعاب الحروب واستخدام الأسلحة بكل أنواعها، ومشاركة القبائل والمقاومة الشعبية من كل حدب وصوب. الطريق من نهم إلى صنعاء يمكن أن يغير كل شيء لو اتحد الجميع وتحدد خيار المواجهة ضد هذه الميليشيات الحوثية. إنها مهمة لا جدال فيها ولا مهاودة حتى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل دخول صنعاء. الجميع يدرك أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لن تتوقف حتى تحرق الأخضر واليابس، لذلك علينا ندرك أن التوجه نحو خيار الحسم العسكري ليست غاية في حد ذاتها، بل إنها الطريق الوحيد الذي تبقى لنا لنسلكه لكي نحد من المعاناة التي يتعرض لها المدنيون، ونوقف شلال الدماء المتدفق منذ الاجتياح الحوثي الغاشم الذي لا يفرق رصاصه بين أحد ولا تعرف طلقاته كبيرا من صغيرا، طفلا من امرأة، شابا من عجوز. الحوثي بحق يسير في طريق صعب يسلكه، وكله عنف واستمرار لفرض السيطرة والسلطة على اليمنيين، ولم يتبقى علينا سوى أن نأخذ القرار فقط، الانطلاق صوب تحرير اليمن بمعارك حقيقية نحو صنعاء، فلا حل غيره.